الأشغال توا متواصلة بدون انقطاع، باش يكون نحاولوا يكون حاضر في أقرب الأجيال وسرع الأجيال، باش يكون مجهز كاملا، باش يتم زيادة التركيز مولد اثنين عدد اثنين مولدات أكسجين، باش يكون عنده استقلالية تامة في العمل نتاعو، باش يمكننا أنه نقوم معناها بتغطية صحية أو أكبر وأوسع للمصابين بالكوفيد. نظرا للاكتظاظ اللي صاير توا في مستشفى تبربة، ما نجموش نعملوا فيهم أكبر من عدد الأسرة.